السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح أقدم لكم مشروع عالمي. تعرف شنو مشروع عالمي؟ باستخدام هذه الماكينة تقدر تطلع آلاف، لا مو آلاف، مئات الآلاف من النماذج. كل شيء تقدر تصنع من هذه الماكينة فقط. شنو هذه؟ تعالوا نشرح على الماكينة. أولا هذه ماكينة ليزر CO2، مساحة عمل 60×90 سنتيم. الماكينة هذه تتميز شنو؟ تتميز بالنقش، القطع، الحفر، وبعد كثير من الأمور، على الخشب، على MDF، على الكوبوند، على الأكريليك، على الجلد، على القماش. تقطع، يعني شنو تقطع؟ يعني مثلا أنا عندي قطعة جلد تقريبا 60×90 سنتيم، أريد أسوي قطعة الجلد هذه حذاء، ممكن؟ أي أريد أسوي قطعة الجلد حقيبة، أرسم بالإنترنت، كورل درو مثلا او فوتوشوب، انا استخدم الكورل درو للتصميم، ارسم الديزاين، التصميم اللي عندي، وبعدين التصميم انفذ هنا، وبعدين اخيطه. مثل ما تشوفون هذا حاليا شنو؟ كرسي. هذا MDF تقريبا 3 ملم مشتغلينه بهذه الماكينه. انت مصمم تصميم، طبعا هذه كل قطعه وحدها، شوف هنا ممكن تفتحها، مصمم انت تصميم مثلا، انا عندي هذا MDF، اشتغلت هذا الام دي اف، طبعا على فكره تشوفون هاي القطعه البيدي، اكو مثلها يسوون ديناصورات، سيارات، مجسم، برج ايفل، يبيعوا عندنا هنا كلش غالي. كل ما عليك تتعب بالتصميم، ترسم الرسمه. انا فعلا كنت اشتغل بهذه الماكينه، طبعا انا عندي خبره اكثر من 15 سنه بهذه الماكينه مال الليزر. كان عندي مصنع بالعراق، ببغداد، بمنطقه كسر وعطش، اكيد جواريني اذا يشوفوني يعرفوني. كنت خال 2 ماكينات واشتغل بهن بذاك الوقت. انا مطلع ثروه، والله العظيم بذاك الوقت مطلع ثروه من هاي الماكينه. ايش كنت اسوي؟ كنت ارسم الرسمه بايدي، اسحبها سكانر او اصورها بالكاميرا، وبعدين اشتغلها بالكورل درو، ارسمها وبعدين اقطعها، وبعدين اسوي من عندها منتجات غير منتهيه. هسه حاليا بعد ما تنتج انت اي شغله تجي هنا، انا شوف شو مسوين هم، صانعين شيء من اللا شيء. خلاص قالب، وهذه مسويها، تجي هنا، وهذه مسويها تجي هنا. هذا انت يمكن تشوفه فقط شكل، لا تقدر تسوي حامل موبايل، علبة كلينيس، واحلى من هذا الشيء شنو؟ ماكينة الليزر تقدر تقطع وترسم، وبنفس الوقت ممكن تسوي بها شغلات ثانية. مثل شنو شغلات ثانية؟ مثل تكتب عليها كتابة، يعني الليزر اذا قويته يقطع، وإذا ضعفته يصير كتابة. يعني هنا أنا ممكن تكتب مثلا هذا سوي حامل للموبايل، مثلا خلينا نقول هذا سويته، خلينا نقول مثلا حامل للموبايل، خلينا نقول مثلا سويت حامل للموبايل، تكتب اسم الشركة هنا، تكتب كل شيء. شوف هنا عندنا الليزر خفيف، فصاير عندنا، صاير عندنا فقط رسمة، هذه فقط رسمة. هنا أنا مزيدين الليزر فصاير عندي قطع. تعالوا أشوفكم بعض الشغلات اللي ممكن تشتغلها. شوف هنا عندنا أكريليك، شوفون هذه القطع، القطع هذه عبارة عن أكريليك. شي يفيد هذا الأكريليك؟ شوفون هاي القطعة الأكريليك، الأكريليك هذا مثلا عندك إعلانات ضوئية، فأنت تكتب اسم وتخلي الخلفية مالته LED، فأنت راح تسوي إعلان ضوئي. إذا كان الإعلان كبير كلش ممكن تقطعه وتشتغل حرف حرف. شوف هذا هنا عندنا قطعة أكريليك، ميدالية مال السيارة أو دعاية، محلات الكذا، محلات الموسوي، تحسين محمد، ما أدري شنو، ياسر بابا، تسوي أي شيء. مثل هذا الستيكر حاليا اكريليك بستيكر، هذا مشتغلين بماكينتين. الماكينه الاولى هي قطع الاكريليك، هذا هنا قاطعين الاكريليك قطع باستخدام هذه الماكينه. الماكينه الثانيه هي طباعه ستيكر باستخدام اليوفي، فمن جايين ولاصقينه طالع عندك بهالشكل. ممكن تسوي شعارات، لوجو، ممكن تسوي غير اي شيء. ليش اقول لكم هذا مشروع غير منتهي؟ هذا مشروع غير منتهي لان انت شنو اللي براسك فكره ممكن تسويه حقيقي، يعني اي شيء. طبعا على فكره طبع قطع، وايضا يشتغل على الجلود. شوف مثلا هسه هذا عندك الجلود، شوف هذه، شوف هذا الجلود، اللون يعتمد على الماده مالتك نفسها، هذا اللون يعتمد على الماده مالتك نفسها. لا هنا هذا اوضح، اوكي واضح. شوف هنا الليزر عندك خفيف طالع رسمه، تقوي الليزر يصير حفر. هذا يشتغل صراحه الماكينه هذه مال ليزر تشتغل على شغل لك، يعني شغلات غير منتهيه. خشب، MDF. طبعا اكو بد ملاحظه جدا مهمه، القطع يعتمد على حجم الواط، لان هذه الماكينات تنباع بالواط. مثلا ياسر انا عندي 15 ملم، 15 ملم تعرفون شنو يعني؟ 1.5 سنتيم. عندي 15 ملم MDF، شلون اقطعها؟
15 ملم، انا اقول لك 15 ملم تحتاج مثلا 150 واط. راح تقول لي ياسر انا اريد ماكينه ارخص عندي 4 ملم 5 ملم، اقول لك اوكي اخذ 40 واط. هذه الماكينه اللي هي هاو ماتش 4500 دولار. شوف هذه الماكينه شويه غاليه لان مواصفاتها شويه عاليه. عندي ماكينات ثانيه راح نعطيكم اسعار الماكينات اللي اصغر من عندها. عندي ماكينه طبعا مو بهاي الجوده، عندي ماكينات مو بهاي الجوده اصغر من عندها بس حلوه. عندي مساحه عمل 40 في 60، عندي مساحه عمل 30 في 20 سعرها 550 دولار فقط. عندي مساحه عمل 40 في 60 سعرها 1460 دولار فقط، قوه 40 واط. وعندي بعد ماكينات اكبر واصغر لكن هذه ماكينه مصنع. اذا مشروعك صغير اخذ من 500 ومن 1450 دولار. اذا مشروعك مصانع يعني تنتج اعداد، هذه بما انه مساحه العمل كبيره يعني ممكن تشتغل خلينا نقول حامله موبايل، تريد تصمم حامله موبايل فالديكور جديد وبيها اسم المصنع. مثلا جاك واحد زبون قال لك سوي لي حامله موبايل وبيها دعايه اسمي، ممكن تشتغل بنفس الوقت فد 40 50 قطعه لان مساحه العمل عندك كبيره 60 في 90 سنتيم. كل الماكينات عندنا ضمان لمده سنه. شنو اللي يستهلك بهذه الماكينه؟ اللي يستهلك هو راس الليزر، كل سنه او سنتين يخلص عندك الليزر البطل. اسعاره من 200 الى 300 400 دولار على حسب نوع البطل. بطل زجاجي يصير بالليزر موجود محفوظ بالخلف. وتحياتي لكم واتمنى شوفتكم كل المواصفات. تعالوا نشوفكم هنا شغله مهمه جدا. هنا عندنا انا هاي حتى صيانه كنت اشتغلها بيدي. شوف هنا عندك الليزر يجي عن طريق زجاج، ينضرب بهاي الزجاجه ويجي بهاي الزجاجه وبعدين ينزل هنا، هذا يسمونه التيوب، التيوب مال الليزر. هذا عندك هنا الماكينه هاي ضايفين بها ال اي دي. الشغلات المهمه بهذه الماكينات شنو؟ هذا عندك هواء يدفع مع الليزر. الموديلات القديمه اللي هي 550 دولار ما بيها هواء، فمثلا اذا تقطع فالشيء خلينا نقول فوم. هاي صنده الهواء، هذه صنده الهواء. شنو فائده صنده الهواء؟ تعال اشرح لكم. اذا عندك مثلا شيء قابل للاحتراق، مثلا عندك فوم، الفوم من يجي النار عليه لان الليزر هو مثل الشعاع، فمن يجي النار عليه يحترق. فهذا الهواء شو يسوي؟ لان يصير سريع الليزر، يجي الليزر يندمج مع الهواء، فشو يصير؟ يصير عندك الليزر دفع مالته قوي فما راح يحترق عندك. الفوم، الفلين، الشغلات الخفيفه ما راح تحترق عندك. الماكينات اللي ما بيها هواء شو تصير؟ ذيك تقوم تحترق عندك الماده، عرفت شلون؟ حاليا هسه حاليا كل الماكينات بيها هواء، فقط الماكينه اللي سعرها 550 دولار ما بيها هواء. تعال اشوفكم هنا، هذه هنا اداه تريد تضيف، طبعا مصعد متحرك، هذه مصعد متحرك، لا هاي مصعد ثابت. هذه مصنع ثابت مو متحرك. This cannot down right؟ ها هذا مصنع ثابت، انا عندي موديل ثاني مصنع متحرك. المصعد المتحرك ممكن يستقبل بعد اكثر من هذا، هذا مصعد ثابت. يعني شنو؟ يعني اذا تريد تخلي شغله هنا لازم الارتفاع اكثر شيء هيك تقريبا شيء 10 سنتيمات. عندي نوعيه ثانيه، النوعيه الثانيه ذيك مصعد متحرك يعني ممكن حتى لو تخلي فشيء كبير، هذه مخصصه للقطع اكثر من النقش، عرفت شلون؟ يعني ممكن تقطع لك اي شيء، عندك اكريليك ام دي اف غيره. لازم واحد يعرف شنو تريد انت تشتغل تسالني حتى اقول لك شنو الواطن المناسب. على فكره هذه سعرها غالي لان هذه جوده وجيده جدا، المواصفات كلش حلوه. اذا تريد ارخص من عندها انا سابقا منزل فيديوهات من انتاج ياسر بابا. يعني شنو ياسر بابا؟ مو مصنع مال ابويا، لا انا رحت لواحد مصنع وطلبت من عنده تصنيع حسب الطلب وخلى اسمي على البضاعه. اللي هنا نكون شوفناكم كل الماكينات. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله. باسلوب اثاره فيك طاقه، صرت تكلم طاقه 10 مطاطي ياسر باب المطاطي خلاص.